عايز ولا محتاج؟ الفرق ما بين الكلمتين دول كبير جدا، هما تسمعهم تحس انهم قريبين من بعض عادي يعني، لا خالص، الكلمتين بيختلفوا اختلاف كلي وجزئي. بمعنى انت محتاج تعمل الحاجة دي ولا انت عايز تعمل الحاجة دي؟ هندي امثلة بسيطة كده عشان ايه نوضح الموضوع يعني. انت محتاج تشتري التيشيرت ده ولا عايز تشتري التيشيرت ده؟ لو انت محتاج تشتري التيشيرت ده، معناه ان انت لازم، انت وراك ميتنج انا، او وراك مقابلة، او وراك حاجة انت محتاج لها التيشيرت ده او القميص ده. عايز، انا كنت معدي وشفت القميص عجبني فعايز، عايز اشتريه. في النقطة الأولانية أنت محتاج فلازم تجيبه، أنت هتعمل بيه غرض معين. النقطة التانية، في الحالة التانية، أنت معدي ولا رايح، ما عجبك التيشيرت أو فيه ديسكاونت فأنا عايز أجيبه بس أنت مش محتاجه، ده أوبشنال، ما تاخدش بيه، ما تعملوش. الكلام ده للناس اللي عايزة توصف أو تفهم الفرق ما بين عايز ومحتاج، لأن القصة دي هتفرق كتير جدا معاك في حاجات كتير، وهتنظم لك طريقة تفكيرك في الأولويات بتاعتك، من أول لبسك، أكلك، شغلك، مصاريفك. فكر فيها كده، أي حاجة هتيجي تعملها أنت عايز ولا محتاج؟ أي حاجة. أنت هل أنت مثلا جسمك محتاج ياكل الأكل ده ولا عايز تاكل الأكل ده؟ فطبعا الجسم محتاج اكل صحي، بس انت عايز تاكل تلغوص، عايز تاكل، عايز محاشي على لحم ضاني، انت عايز ده، لكن جسمك مش محتاج ده. هل انت عايز تخرج مع اصحابك ولا انت محتاج تخرج مع اصحابك؟ انا زهقان عايز اخرج. لا مش شرط، انت ممكن تسلي وقتك، تقرا كتاب، تعمل حاجه مفيده لنفسك، تعمل رياضه. محتاج اخرج انا بقى، خلاص انا مش قادر، انا عايز اشوف ناس، عايز اتكلم مع ناس، عايز افضفض، ده محتاج، هتفرق معاك. فلما تيجي تعمل حاجه، اعمل الحاجه اللي انت محتاجها، فاول ترتب اولوياتك وبعد كده تبقى هي عاده عندك. انت محتاج تروح جيم ولا عايز تروح جيم؟ لا سعادتك انا بقى بقول لك انت محتاج تروح جيم، محتاج تعمل رياضه، جسمك محتاج صيانة يومية، صيانة دورية، جسمك محتاج ان هو البلاد سيركليشن بتاعتك دايما تبقى في حالة فعالة، جسمك محتاج ان هو دايما تعمل له تليين وصيانة على المفاصل والأربطة، جسمك محتاج يعمل تمارين مقاومة عشان العضلات بعد سن الـ40 بتبتدي تقل في الجسم، فسعادتك بتبتدي تضعف، فلازم ففي حاجات كتيرة مش هتقدر تعملها وهتحس انت ضعيف. حابب ان انت تحس الضعف ده وزي مثلا ما كنا بنشوف ابهاتنا لما كبروا في السن او اجدادنا مش قادرين يتحركوا، لازم واحد يشيله الاول ما بيعدي الـ60 ويحمل فيه حابب الموضوع ده، شايف ان ده عادي، سنة الحياة توصل لها، خلاص براحتك. هي القصة بتبقى كده، انت عايز ولا محتاج؟ النوم، هل انت محتاج تنام 7 ساعات ولا انت عايز تنام عشان انت كوسه دي؟ لا جسمك محتاج، خلاص يبقى هتروح للمحتاج. فانت لو جسمك محتاج 7 ساعات نوم، ممكن ما تسهرش مع اصحابك، ممكن ما تسهرش تتفرج على اي حاجه ملهاش اي 30 لازمه، لكن انت محتاج، فانت عشان كده محتاج تنام. لكن انت عايز تنام، في ناس عايزه تنام، انا عايز انام فبتنام، ربنا معاه. فهي في الاول وفي الاخر قصة عايز او محتاج هتفرق معاك كتير، لو انت عايز فعلا تعمل فرق في حياتك. صباح الفل.